أهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهورنا الغالي وين ما كنتوا داخل وخارج الوطن. أهلا بمتتبعي هذا البرنامج مائدتكم مع رشيد. هذه المائدة العائلية لتلمني مع أغلى وأحلى جمهور، وهذا الجمهور هو جمهور قناة الزهرة. قناة الزهرة اللي كل النهار تدخل بيوتكم بعدة برامج، شبكة برامجية كبيرة كل النهار، واش يكونوا كوصفات، في بعض المرات نشوفوا التقليدي، في بعض المرات نشوفوا العصري، في بعض المرات نشوفوا المبتكر. للنهار اليوم في مائدتكم مع رشيد رح يكونوا زوج وصفات. احنا تعودنا في كل مرة نشوفوا زوج وصفات. الوصفة الأولى بالطبع رح تكون كطبق رئيسي أو كمقبلة كل مرة، يعني واش نختاروا. في بعض المرات كما قلت لكم نروحوا للتقليدي، نقولوا بأنه التقليدي خلاص نعرفوا التقليدي، لكن ما ننساوش بأنه كاينة نوتر جينيراسيون اللي راهي توصل. هاد لا جينيراسيون ثاني لازم نفكروها في التقليدي تاعنا ونعطوا لها، وكل واحد نقولوا عنده اللمسة تاعو، يعني نقولوا بأنه نحكيوا يعني على أي شيء، نحكيوا على الشربة، نقولوا يعني اونسدون ان اكزامبل تاع الشربة. الشربة كل واحد عنده طريقته اللي ياكلها، كل واحد عنده طريقته اللي يحضرها، بالطبع تبقى لا باز وحده يعني كجزائريين، لكن كل واحد على اللمسه تاعو، كيفاش تربى، كيفاش كلاها كي كان صغير، كيفاش يعني كانوا يعني لي بريفيرونس تاعو، يوصل هذه الفكره الناس تجربها واللي يداوم عليها وتعجبه ان شاء الله يبقى هي الوصفه تاعو اليوميه. للنهار اليوم واش اخترت لكم؟ اخترت لكم اون كيش رابيد، يعني اون كيش اللي راح تكون بطريقه بسيطه سهله اللي تتحضر في وقت قصير. راح نبداو بلائحه المقادير، بعد هذا اخترنا ان ديسير، ان ديسير اللي معروف جدا وخاصة في إيطاليا اللي هو لو تيراميسو. لو تيراميسو لا باز دو تيراميسو هو باش نقولوا الحاجة الأولى في لو تيراميسو سي لو كافي، يعني القهوة تكون يعني من نوعية جيدة. حنا لو تيراميسو نديروه يعني العادات تاعنا، يعني على واش نعرفوا حنا، هي ماشي من العادات تاعنا لكن نقولوا بأنه حنا تاني رانا نعرفوا الآن ونحضروه كوم ديسير. واش هو لو تيراميسو؟ لو تيراميسو يندار أباز دو ماسكاربون، لازم تكون متوفرة عندنا الماسكاربون. الماسكاربون اللي هو جبن غني جدا بالمادة الدسمة، يحتوي على 80% من المادة الدسمة. لكن أنا للنهار اليوم ما راحش نحضره لكم بهذه الطريقة، راح نحضره بطريقة مبتكرة كوم ان ديسير شوكولا لعشاق الشوكولاتة. راح نشوفوا معايا الوصفة راح تكون راقية بسيطة سهلة ونحضروها أيضا في وقت قصير، وما نقول لكمش كيكون بارد شحال راح يكون بنين. نبداو أول وصفة، نبداو بلائحة المقادير. أول شيء نحتاجه هي كمية من الجبن، أنا اخترت هذه النوعية اللي تعجبني بزاف بكل صراحة. راح نحتاج الدجاج دو بولي بريكوي اللي كنت حضرته من قبل. هنا خديت فخذ الدجاج كنت طيبته في ان كاسرول، كنت حطيت فيها يعني حبه تاع البصل، يعني نقدروا نديروا نص ولا حبه تاع البصل كامله لداخل. درت سنه تاع الثوم، درت ورقه تاع الراند، درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، درت ملعقه صغيره تاع السمن، وطاب لي هذاك الدجاج وفتته، لانه لازم يكون سافورو، لازم يكون بنين. الا ما كانش بنين هذاك الدجاج، الا جوست اون لو في صوتي ولا نقليوه ونفتوه، اون فا با فوار توت سي سافور، يعني الفوك سا سوا فريمون اون بومب دون لا بوش كيما نقولوا. عندي شرائح تاع البصل اللي راح نحطها من الفوق، راح نشوفوا كيفاش راح نزينها وراح نحضرها بطريقه سهله وبسيطه على هذه اللي قلت لكم سريعه. عندي مربعات من الطماطم، خديت حبه تاع طماطم اللي تكون فريمون اون طوماط تكون اسي دور ونقطعوها كمربعات. راح نحتاجوا ثلاثه حبات من البيض، راح نحتاجوا هنايا كما رانا نشوفوا 90 غرام من الياغورت الطبيعي، يعني ان ياغورت سون سوكر ناتور. راح نحتاج كميه صغيره تاع الزيتون الاسود اللي راح نشبح بها برك، ورايحين نحتاجوا هنا كما رانا نشوفوا 15 غرام من الخميره الكيميائيه، وراح نحتاجوا ايضا كميه من المعدنوس. هذا بما يعني يخص الطريقه الاولى. او بالطبع سي اون بارل دون بات ولا اون بارل دون كيش ولا اون بارل دون تورت ولا ان تريك فريمون اكسبريس، لازم نحتاجوا كميه من الفارينه. انا فضلت نستعمل هذه النوعيه اللي تعجبني بزاف وتعطي لي نتيجه رائعه في الحلويات تاعي ولا حتى في المخبوزات ولا في العجائن التوعي. رايحين نبداو على بركه الله. اول شيء رايحين نبداو به رايحين نحضروا انا باغي عادي، انا باغي كيك هو اللي راح يكون في اول المطاف اللي نحضروه. رايحين تشوفوا معايا الطريقه. حنا كي نقولوا اون كيش ولا نقولوا اون تارت ولا نقولوا اون تورت سالي، يعني لا باز سي كوا سي ان فون دو تارت، يعني اللي لازم نديروا اون بات، اون بات سابلي ولا اون بات كاسي ولا اون بات يعني بريزي تو ديبون، ولا اون بات فايتي اللي نحطوها في لو فون. لكن النهار اليوم راح ندير ان بوتيت اباري سي كوم اون بات ا بان، كوم اون بات بات ا بان، يعني راح تكون خفيفه، راح تكون لينه، راح تكون اونتر لو بيسكوي اي بات ا بان، راح تكون رائعه، يعني رايحه تكون الكيفيه خفيفه وسهله. انا صدقوني بانها راح تكون اكثر من رائعه. نزيد نمد نصيحه ايضا للمشاهدين، انا في اخر المطاف ننصحكم لعشاق زيت الزيتون واش نقدروا نديروا، اليد دان بانسو بعد ما تخرج من الفرن
هنا كما شرحت لكم لعشاق زيت الزيتون، وانا من الناس اللي تعجبني بزاف زيت الزيتون، يعني نحب هذيك النكهه تاع زيت الزيتون. واش نديروا في اخر المطاف؟ غنخرجوها من الفرن. انا نعطيكم كامل النصائح، هادشي راح يبقى لكم اختياري. الناس اللي تحب وتعشق زيت الزيتون، انا من الناس اللي تعجبني بزاف هذيك النكهه تاعو، وخاصه في المملحات ولا في العجائن. بعد ما تخرج مباشره ناخذ كميه تاع زيت الزيتون وراح ندهنوا هاد لا تورت تاعنا اكسبريس. هادشي راح يبقى لكم ايضا اختياري، يعني انا عطيت لكم الفكره وصلت لكم، وهذه عليكم انتم تشوفوا. نبداو باول شيء اللي نحتاجه هو البيض تاعنا. هنا استعملت مباشره 3 حبات بيض، الان مباشره واش راح نديروا؟ راح نحطوا هذيك الرشه تاعنا تاع الملح هكذا، نكتفي بهذه الكميه بما انه عندنا ايضا كما نقولوا بانه الجبن تاعنا راح يكون فيه الملح، وعندنا الدجاج تاعنا ايضا اللي طاب بالملح. هنا راح نحتاج نفوي، نفتحوا البيض تاعنا اولا. مباشرة واش راح ندير؟ راح ندير هذاك لو بو دو ياغورت تاعي اللي فيه 90 غرام، سان ياغورت ناتشور، يعني ما فيه ني سكر ني ذوق. مع هذا رايحين نزيدوا ايضا حاجه اللي راح تكون مهمه جدا، ما نقدروش نديروا اون بات سون بارلي دو لا ماتيير غراس. هنا راح نستعمل كميه تاع زيت الزيتون اللي هي 8 ملاعق، 3 4 5 6 7 8. هنا حطينا 8 ملاعق من زيت الزيتون. هذا الشيء ايضا راح يبقى لكم اختياري، الناس اللي تحب تستعمل زيت نباتي هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري، انا فضلت نستعمل زيت الزيتون، رايحه تكون اللذه والطيبه تاعها احسن. هنا واش بقى لنا نحطو؟ راح نحطو هذاك الكيس الكامل تاع الخميره الكيميائيه. هي نقدروا نستعملوا، باش نكون صريح معكم، سي اون فو اون باتا بان اللي تكون شويه طالعه ولا تكون شويه حابطه، سي فورم دون باتا بان ولا اون فورم دان اباراي كيك، يعني راح تكون بين الاثنين. يعني الا حبيناها تكون طالعه شويه، يعني اون اتيليز بلوس دو ماش، نقدروا نديروا 15 غرام، يعني كيس ونص، ولا نقدروا نكتفيوا غير بكيس. هذا الشيء ايضا راح يبقى لكم الاختيار. الان راح نستعمل ايضا الطحين الابيض، يعني ما استعملناش حاجات بزاف في لاباغي تاعنا. هنا راح نحتاجو جوست اون كويير. اون بو لاروماتيزي ايضا، اللي يحب يعني يدير لها دي زاروم الانتيغيور، نقدروا نحطوا عليها، يعني هذا الشيء يبقى اختياري. نقدروا نديروا دو لوريغون، نقدروا نديروا لو تان، نقدروا نديروا اعشاب عطريه، هذا الشيء راح يبقى لكم بالطبع الاختيار. هكذا اون ترافاي بلو بروبرمون. نبداو نفتحوا سي كوم ان اباراي ا كيك، يكون شويه ثقيل على لاباراي ا كيك. نزيدو شويه تاع لافارين، هنا رايحين نحتاجو كميه تاع 150 غرام، حوالي بين 150 حتى 200 غرام، يعني دوك نشوفو لا تيكستور اللي رايحين نتحصلو عليها. لاباغي تاعنا راهو واجد كيما نشوفو، قلت لكم انها الي اكسبريس، يعني واش غتطلب لنا وقت طويل بكل صراحه. هكذا رايحين ناخذو المول تاعنا اللي راح يروح للفرن. هنا راح نحتاجو كميه من الزيت اللي ندهنوا بها المول تاعنا هكذا، باش نتاكدوا انها هكذا ما رايحاش تلصق.
هي كيفية نقول لكم أنه حتى يعني أنا هنا فضلت نستعمل لاتومات لزوليف استعملت الدجاج نقدر نديرهم أشياء أخرى نقدر نديرها بلا فيوند هاشي لو بولي ولا لا فيوند بلانش ولا لا فيوند روج هاشي نقدر نستعملوها بالطون نوع من أنواع السمك من بقايا اللي بقونا أيضا في البيت يعني نديروها كوم أونتخي يعني راح تكون أكثر من رائعة. هنا بعد ما حطيت راح ناخذ إن كوليير راح نشوفوا كي قلنا عليها إكسبريس يعني صح إكسبريس هكذا نفتحوها برك جيدا هكذا باش نبداو نحطو نزينوها بوش عندنا ونليتال هكذا سي كوم ان بان ليكيد كي نكونو نيطاليو هكذا ان بان ليكيد سي لا ميم شوز كيما رانا نشوفو هاوليك على واش تحصلنا الان واش رايحين نبداو رايحين نبداو نشوفو مع بعض كيفاش رايحين نزينوها. اول شي نحطو هذيك الطماطم تاعنا لي كاري دو طومات حطينا الطماطم اول شيء بعد هذا راح نحط هذيك الكميه تاعي تاع الدجاج اللي كنت طيبته انا من قبل كما شرحت لكم راهو الريحه تاعو ما شاء الله ده. حطينا الكمية تاعنا كاملة تاع الدجاج يعني هاد الدجاج نقدروا حتى نطيبوه من قبل يعني نقولوا بأنه نقدروا نحضروه اليوم باش لو لوندومان نقدروا نحضروه يعني نحضروه نطيبوه بعد هذا رايحين ننقيوه جيدا نديروه في علبة ونديروه غير في الثلاجة لو لوندومان نقدروا نستعملوه أو في بعض المرات يكونوا عندنا بقايا من اللحوم أو الدجاج. هنا راح نزيد نحط لي زونيون مباشرة الآن وش راح نزيد راح نرشها بحبات تاع الزيتون الأسود أنا فضلت اللون الأسود هذا مع الخضر تاع المعدنوس راح يعطيني واحد المنظر جميل. إلا حبينا الزيتون تاعنا أيضا نقطعوه كشرائح كوم ديزوليف إفيلي يبقى لكم الاختيار ولا نستعملوا الزيتون الخضار ولا هذا الشيء كامل راح يبقى لكم الاختيار. الان واش بقى لي نحط راح نحط كميه من الجبنه لو فروماج انا فضلت نستعمل هذه النوعيه اون فا لو كوبي اون بيتي كاري تشوفوا معنا واش راح نديروا رايحه تكون رائعه انا على بالي انه راح تعجب الكبار وراح تعجب حتى الصغار وكيما فتو قلت لكم انه كي تخرج من الفرن انا من الناس اللي كل ما نحضرها يعني ندير عليها زيت زيتون سينا ان فابو كوم سا نقدروا نستعملوه نرشوها بزيت زيتون سينو على دي دام بانسو نحطوا عليها كميه تاع زيت زيتون صدقوني رايحه تكون اكثر من رائعه هكذا كما شفتوا انها طريقه كانت سهله صح خداتنا شويه تاع التحضير هذاك الدجاج لازم نحضروه البصل تاعنا لازم نقيوه لازم ندمعوا شويه كي نقيوه لازم نقطعوه لازم نحضروا المعدنوس تاعنا طماطم يعني ما كاش حاجه اللي تجي هكذا بسهل لكن يبقى يعني طبق نحضروه في وقت قليل يعني هذه الكعكه نقدروا نقولوا نحضروها في وقت قصير راح نحط عليها هذا الرشه ايضا تاع المعدنوس وبعد ما تخرج بالطبع ندهنها انا بزيت الزيتون ونزيد نحط عليها رشه اخرى تاع المعدنوس
الكعكة تاعنا المالحة راهي واجدة، نديرها في الفرن طيب على درجة الحرارة 180 درجة، حوالي بين 25 حتى 30 دقيقة، نشوفوا فريمون لا كولور تاعها تغيرت، والداخل نشوفوها بأنها طابت، وبعدها راح نحيوها، نديروا لها كمية تاع زيت الزيتون من الفوق ونحطوا لها المعدنوس، نعاودوا نتلاقوا ونشوفوا التيراميسو اللي اخترناه نهار اليوم. إذا قلنا لو تيراميسو نقولوا لو غو دو كافي، يعني لعشاق القهوة وخاصة لعشاق هذا المزيج اللي راح يكون ما بين القهوة والشوكولاتة. يان غاتو يعني كاين ان غاتو فرونسي معروف جدا، يعني نقولوا بأنه قديم جدا، اللي هو لوبيرا. لوبيرا هذا لو غاتو اللي يكون مزيج ما بين اللوز والقهوة والشوكولاتة. لكن النهار اليوم الوصفة المبتكرة رايحة تقول بأنه راح نشوفوا ان تيراميسو وشوكولا، يعني يكون هذا المزيج ما بين القهوة والشوكولاتة. أنا هنا فضلت نستعمل القهوة تاعي اللي كنت حضرتها من قبل اللي هي سريعة الذوبان. أنا هنا استعملت ملعقة تاع السكر باش ما يكونش حلو بزاف، بما أني راح نستعمل هذا المزيج تاع الشوكولاتة، أنا فضلت استعملت ملعقة واحدة. هذا الشيء أيضا راح يبقى لكم اختياري، إلا حبيتوا الذوق ولا الحلاوة تكون أكثر، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري. لكن كونت أون با أن كافي تخو سكري، يعني القهوة تاعنا ما تكونش حلوة بزاف، راح يكون عندنا بلوس لو غو تاع لو كافي. لو سكر تو لو غو دو كافي، يعني أوتون كون أن موان دو سكر أوتون كون أن غو دو كافي بوكو بلوس إمبورتون. على هذه ننصحكم انا ما تحطوش يعني كميه معتبره من السكر. رايحين نشوفوا هذا المزيج اللي راح يكون بطريقه بسيطه سهله اللي راح نحضروه مع بعض، راح يكون ديسير اللي راح يتكل بارد، انا متاكد بانه راح يعجبكم، وخاصه نعاودها لعشاق الشوكولاته. انا من الناس اللي نفضل نستعمل هذه النوعيه تاع الشوكولاته، تعجبني بزاف، تعطيني واحد الذوق رائع في الحلويات ولا في لي ديسير تاعي. على هذه اللي فضلت لنهار اليوم نقسم او نوصل للمشاهدين هذه الفكره. نبداو على بركه الله. لائحة المقادير، أول شيء نشوفوه مع بعض هو لائحة المقادير كما متعودين في كل مرة. هنا عندي عندي قهوة سريعة الذوبان اللي كنت حضرتها من قبل ودرت لها ملعقة تاع السكر. عندي هنا دو شوكولا تارتيني، شوكولاتة الطلاء. عندي كما راكم تشوفوا دو فلون ودو كريم ديسير شوكولا، الوزن تاعهم 90 غرام اللي هي 180 غرام. عندي كمية من السكر ناعم، راح نشوفوا وين راح نستعمل السكر ناعم. عندي كمية تاع الكاكاو اللي راح نستعملها في آخر المطاف. وعندنا لي بودوا، أنا هنا استعملت بودوا. هنا نزيد نعطي لكم غير نصيحه، الناس اللي تفضل يعني ان اوتخ غو، يعني دير المزيج ما بين الشوكولاته وديروا شوكولاته بالفراوله او شوكولاته بالاناناس او شوكولاته بالبرتقال، نقدروا نعوضوا لو كافي تاعنا اوليو دو ديتيليزي ان كافي يعني اللي نحطوا فيه لي بودوا تاعنا، نقدروا نديروا عصير من اي نوع اللي نحبوه. الا كان عصير طبيعي 100% انا نفضل راح يكون لو ديسير تاعنا بوكو بلو انتونس اي بلو بون. الا ما كانش متوفر عندنا نقدروا نديروا ناخذوه من السوق عادي، لي بواط اللي ناخذوهم من السوق، يعني لو غو لاسوسياسيون اللي نحبوها مع الشوكولاته. انا من الناس اللي تعجبني بزاف، انا قلت لكم اني رجعت للزمن الجميل، لان دي غاتو لي باتيسري فرونسيز اللي نحبها انا بزاف هي لوبيرا، يعني هذا المزيج راح يعطيني لو غو تاع لوبيرا، يعني بكل صراحه راح يكون اكثر من رائع. نبداو على بركه الله، رايحين نشوفوا معايا الطريقه. هنا اون فا بريباري واش رايحين نديروا كحشو لهذا لو تيراميسو تاعنا. هنا راح ناخذ لي كريم ديسير تاعنا، او نقدروا يكون عندنا ان فلون ميزون، ناخذوا دو بو تاع لو فلون ميزون، يعني حتى هذه ممكن نستعملوها. راح نستعمل ايضا شوكولاتة الطلاء. هنا اون فا اليجي لو شوكولا تاعنا باش ما يكونش تري انتنس، اون فا كيما راكم تشوفوا اون فا لاليجي افيك لي كريم ديسير تاعنا اللي استعملناهم، او كما قلت لكم ديفلا. هنا واش نديرو؟ رايحين نفتحو جيدا، رايحين تحصلوا على اون كريم اسي ليجير، راح يكون ان ديسير بارد، راح يكون اكثر من رائع. هنا لعشاق الشوكولاته على بالي انه راح يكون ان ريغال. هنا عندنا الطاقم التقني كامل يحب الشوكولاته، راهم كامل الرائحه قال لك راهي اكثر من رائعه. كما رانا نشوفو هاوليك على واش نتحصلو، اون كريم اسي ليجير
كما قلت لكم أنه يعني كيفية ما رايحش تكون يعني كيفية صعبة في التحضير. هكذا أنا إيفيتي كمام الفخوماج تاع الماسكاربون، بما أنه بون سارست كمام تخي بون ديتوليزي أن فخوماج ماسكاربون، مي راح تكون فيه المادة الدسمة بزاف. قلت لكم بأنه يحتوي على 80% من المادة الدسمة. سي فغي كو الشوكولا أوسي سي فور، مي يعني راح تكون بوكو بلو ليجير. على هذه رايحين نبداو على بركة الله. أول شيء رايحين نديروه هنا، رايحين نبداو بلي بودوار تاعنا، رايحين نحضروا لو كافي ايضا تاعنا. رايحين نشوفوا بانها طريقه رايحه تكون سهله وبسيطه. لو كافي تاعنا اللي كنت قلت لكم فتو شرحت لكم اني حطيت فيه ملعقه من السكر. هنا نستعمل انا هذا النوع من الزجاجيات، هذا الشيء راح يبقى لكم اختياري. نقدروا نستعملهم دون دو بيتيت فيغين او دو غروند فيغين، يعني هكذا على حسب افراد العائله. هنا نبداو على بركة الله. On va essayer d'imbiber le biscuit تاعنا اللي راح يكون في لو فون. هكذا راح نشوفوا بانها طريقه رايحه تكون سهله جدا. انا هنا فضلت نستعمل لو بيسكوي كويير ولا لي بودوا هادو. انتم تقدروا ايضا تضيفوا نوع اخر، يعني هذا الشيء راح يبقى لكم ايضا الاختيار. نقدروا نديروا ان بيسكوي، نقدروا نحضروا ايضا في الدار ان كيك ولا دي مادلين، نقدروا ايضا اون بو لي زامبيبي هكذا نشمخوهم في لو كافي ولا نشمخوهم دون ان جو، يعني راح تكون اكثر ايضا من رائعه. هذا الشيء راح يبقى لكم بالطبع الاختيار. هنا نكملوا نفس الطريقة. هكذا. بعد هذا بالطبع واش رايحين نديرو؟ رايحين تشوفوا معنا كيفاش رايحين نحطوا عليهم الكريمه اللي حضرناها بطريقه سهله وبسيطه، ما تطلبناش وقت طويل. لكن يعني واش راح تطلب لنا؟ رايحه تطلب لنا نوعيه جيده من الشوكولاته باش تجينا بنينه. لازم الشوكولاته تاعنا تكون من نوعيه اكثر من رائعه. هنا راح نحتاج اون بوش. هكذا باش تكون الخدمة تاعنا بلو بروبر. نقدروا أيضا إلا ما كانتش متوفرة عندنا لابوش نقدروا نستعملهم أيضا على دجون كويير، يعني نعمروا غير بمغرفة ماشي مشكل. لكن أنا نفضل بكل صراحة نخدموا هكذا باش تكون لو ترافاي تاعنا بوكو بلو بروبر. هكذا نبداو الان نعمرو ونشوفو كيفاش رايحين نديرو. حتى هنا رايحين تتسائلوا وعلاش رشيد حط ايضا هاد لو سوكر غلاس. هاد لو سوكر غلاس راح نعطيكم وعلاش حطيناه، ومهم جدا كونت اون سو بودغ دو كاكاو سور دي غاتو. نبداو نحطو الكريمه تاعنا. طريقة كما رانا نشوفو سهلة بسيطة جدا وشكلها راقي. هكا
كده نكملوا الباقي. الان نعاودوا نرجعوا للمرحله اللي قلت لكم تاع لو سوكر اون بودر. هنايا هذه مهمه جدا، هذه النقطه اللي راح نقولها للمشاهدين. في بعض المرات نحطوا الكاكاو سور دي غاتو ولا سور ان تريك امبيبي ولا سابيتر سور دي فيرين، نقولوا بانه الكاكاو هذاك غير نحطوه يورا اون ديسباراسيون، يعني ما يوليش يبان. علاش ما يوليش يبان؟ لازم نخلقوا بينه اون كريي الحاجز. الحاجز واش رايحين نديروه؟ رايحين نديروه بلو سكر غلاس، رايحين نحطو كميه تاع لو سكر غلاس، مور هذا مباشره نحطو الكاكاو تاعنا، هكذا باش يبقى الكاكاو تاعنا من الفوق. هكذا، أنا راح نكملهم بالطبع، هنا حبيت غير نوري لكم الكيفية. وهنا كلمسة كل واحد ولا كل واحدة ممكن يحط اللمسة تاعو ولا اللمسة تاعها اللي حبت. هي كيفية كما راكم تشوفوا أنها كيفية راقية جدا، المذاق تاعها راح يكون أكثر من رائع، وخاصة ننصحكم برك تاكلوهم باردين، هذه النقطة راح تكون مهمة جدا. أيضا الزجاجيات تاعنا او لي فيغين تاعنا او لو ديسير تاعنا لو تيراميسو هاوليك بعد ما حضرناه. هنا عطيت لكم كامل النصائح. انا هنا استعملت كافي شوكولا، لو شوكولا يعني لعشاق الشوكولاته، هذا لو ديسير يعني خصصناه لعشاق الشوكولاته. إلي كومبوزي دو دو كومبوزون كي سون كامام اسي فور، يعني ميم اي سون امبورطون لي هما لو كافي والشوكولاته، القهوه والشوكولاته، يعني راح يكون سي بومب دون لا بوش، يعني راح يكون اكثر من رائع. لكن هنا اون بو اليجي كيما قلت لكم، نقدروا نستعملوا اي نوع اخر من يعني لامبيباج. انا استعملت هنا لو كافي، نقدروا كما شرحت لكم نقدر نستعمل ان جو دورونج، يعني ناخذ حبه تاع تشينه اللي كانت موسميه نعصروها سون راجوتي ني سكر ني ريان، هذيك التشينه تاعنا نمبيبيو فيها. لو ميلونج اونتر لو شوكولا اي لورونج يعني راح يكون اكثر من رائع. على بالنا نرجعوا للزمن الجميل، كان واحد لو شوكولا زمان كنا يعني كي كنا صغار كنا ناكلوه اورانج شوكولا، يعني لو غو شوكولاته وفيها الذوق تاع البرتقال، اكثر من رائع. ونقدروا نستعملوه ايضا بالاشياء اخرى، يعني كما قلت لكم الفراوله الاناناس. وإلا استعملناه بالفواكه، انا راح نزيد نعطيكم هذه النصيحه، إلا استعملناه بالفواكه اون فا امبيبي لي بودوار تاعنا هكذا كما رانا نشوفوا، او ان اوتر غاتو ان اوتر بيسكوي اللي نختاروه نشمخوه يعني دون ان جو اناناس ولا فريز ولا اورانج. هنا واش نقدروا نستعملوا؟ نستعملوا في الطبقات اللي رايحين يكونوا، نقدروا نستعملوا لي بودوار تاعنا امبيبي افيك ان جو دورونج، يعني نمدوا الفكره تاع عصير البرتقال نحطوهم. بعد هذا ناخذوا حبه من البرتقال نقيوها جيدا، نحولها كامل لابو تاعها ماشي القشور لابو، ونقطعوها كمربعات نحولها العظم، نحطوا دي بوتسي كاري تاع لورونج، وفوق هذا راح نحطوا هذا المزيج تاعنا الرائع من الشوكولاته. صدقوني بانه رايحين، يعني عطيت لكم وصفه واحده وفي هذه الوصفه فيها اكثر من 4 وصفات. انا راح نكمل نحضر كامل هاد الزجاجيات تاعي بهذه الطريقه اللي حضرتها، راح نكمل نحضرهم. وبعد هذا بالطبع واش راح ندير؟ راح نحطهم اوفخي، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني سي ان ديسير كي سو مونج مينيموم 6 اور ابخي، يعني لازم لنا 6 ساعات من بعد كي نحطوه في الثلاجة. هي نقدروا نحضروه يعني الصباح بوغ لو سواغ، نقدروا نحضروه لا في بوغ لو لوندوما، نقدروا نحضروه اليوم باش نستعملوه الغدوة. يعني أنا من الأحسن عطيت لكم هذه النصيحة، أنا من الناس اللي نفضل لي ديسير تاعي هادو فخوا يشبعوا لو فريجيدار. نقولوا ان غاتو واش يحب؟ ان غاتو يحب يدخل للفوق يا أخي هكذا، ان غاتو وين يطيب؟ ان غاتو كلاسيك ولا أي حاجة تدخل للفوق. لي ديسير وين يحبوا يطيبوا ولا وين يصيبوا روحهم باش يعطونا لي سافور، باش لي سافور هادو كامل يتخلطوا ويعطونا، يعني إل برون لو طون فريمون دو ديفيزي لوغ غو اي لوغ سافور. وين يصرى هادشي؟ يصرى في لو فريجيدار. تسمى كيما نحتاجوا لو فور بور فير كوير دي شوز ولا نحضروا به بعض الوصفات، لو فريجيدار اوسي نحتاجوه. في بعض المرات نديروا ان ديسير ونحطوه مباشره، نعرفوا بانه اون اي اون تران دو بيرد 50% دو سا فالور ولا 50% دو سون غو. لو فريجيدار او الثلاجه مهمه جدا في هاد لي ديسير. يعني انا عطيت لكم كامل النصائح، وايضا نعاود نرجع لحاجه مهمه جدا، انه النوعيه اللي نستعملوها في هاد لو ديسير تاع الشوكولا لازم تكون نوعيه اكثر من رائعه باش نتحصلوا على ان ديسير اسي بون، يعني راح يكون اليجي. حتى الشوكولاته هذه ما رايحاش كي نديروها في الثلاجه، ما رايحاش تتجمد، ما رايحاش تشد روحها. وعلاه؟ باسكو اون اوتيليزي دي كريم ديسير ولا دي فلون كي سون اليجي، يعني هما اللي رايحين يخفوا لنا كامل هاد لو ديسير.
كيفيتي للنهار اليوم كانت كيفية راقية، يعني الأصل تاعها من إيطاليا، لكن الوصفة كانت مبتكرة من عندي أنا. نتمنى بأنكم راحين تجربوها، وأنا متأكد بأنه راحين تنجحوا فيها، وخاصة تبعوا كامل النصائح. هي نصائح بسيطة لكن راح تزيد لنا أيضا في اللذة والطيبة تاع الأطباق تاعنا ولا تاع لي ديسير تاعنا. نعاودوا نتلاقاو ونشوفوا واش حضرنا مع بعض للنهار اليوم. رجعت لكم جمهورنا الكريم، رجعت لكم بهذه الوصفات الراقية البسيطة اللي حضرناها لنهار اليوم مع بعض. رجعنا كما متعودين في كل نهار نديروا وصفات سهلة بسيطة لكن بمذاق أكثر من رائع. نتمنى أنكم رايحين تجربوهم وتراسلونا عليهم، وأنا متأكد بأنه رايحين يعجبكم بزاف. كنا حضرنا لنهار اليوم، راكم تشوفوا هذه التشكيلة الجميلة من الألوان، يعني كطبق حضرنا هذه الكعكة أو لاكي كيش رابيد اللي حضرناها. سي اون بوتيت كيش سالي اللي تكون افيك اون بات اونت لا بات تاعها راح تكون اكثر من رائعه، راح تكون اونت اون باتا كيك اون باتا با، راحين تشوفوا بانه لا تيكستور راح تكون رائعه. كنا حضرناها كما شفتوا بهذا المزيج من الخضر، نتمنى انكم راحين تجربوها وتنجحوا فيها. وكنا حضرنا ايضا هاد زجاجيات الرائعه اللي هي عباره عن انتيراميسو، انتيراميسو شوكولا كافي شوكولا، تيراميسو بالقهوه والشوكولاته، منظر راقي جدا، حتى المذاق تاعو راح يكون اكثر من رائع. انا ننصحكم غير تاكلوه بارد. وصفتنا كانت بسيطه راقيه، كنا حتى شفتوا كامل الطريقه اللي حضرنا بها، ورينا لكم حتى النوعيه اللي اخترناها، يعني من الطحين، من الشوكولاته، من الاجبه. يعني هكذا الانسان كي يدير وصفه راح يتبع كامل المراحل، وانا متاكد بانه راح ينجح فيها. وصفتنا كانت بسيطه راقيه سهله لانها اليوم ميدتكم مع رشيد اللي فاتتوا اي وصفه من وصفاتي او اي وصفه من الشبكه البرامجيه اللي راكم تشوفوها على قناه زهره. ما عليكم غير زوروا موقع القناه الموجود اسفل الشاشه. ما بقى لي غير نقول لكم موعدنا غدا ان شاء الله نفس القناة نفس التوقيت.